استقبل فضيلة الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمطار البحرين الدولي المتسابقة سارة محمد حسيني الفائزة بالمركز الأول عالميا لحفظ القرآن الكريم كاملا في جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم. يعلو الاجتهاد ويرتفع كما لو أنه وهج ليفصح عن رفعة تلك المنزلة التي تنالها النفس بسمو علمها بالقرآن وحفظه، فما كان متوقعا بانت تفاصيله أمام العيان في إنجاز جديد سجل في حفظ القرآن الكريم كاملا، نالت عليه المتسابقة البحرينية سارة محمد حسيني بعد حصولها على المركز الأول في جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم في إمارة دبي. سعيدة بهاي المشاركة والحمد لله إن الله وفقني للفوز المركز الأول، وأنا فخورة بهاي الإنجاز اللي قدمته لمملكة البحرين. طبعا أتوجه بالشكر لكل من كان له فاضل علي في هاي الشيء من والدي وبرنامج الإعداد اللي تقدمه وزارة العدل والشؤون الإسلامية اللي أعدتني لهاي المسابقة. أهنا أولا سارة على هذا الفوز الكبير اللي حققته لمملكة البحرين، وأهنا جلالة الملك على هذا الفوز، وبارك لوالديني الذي لهم الدعم الكبير لهذا الإنجاز، وكذلك وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المتمثلة بإدارة القرآن الكريم. هاي النتيجة المشرفة لمملكة البحرين، وطبعا احنا اكثر شرف في هذا الشيء لإنجاز اللي حققته، والله يوفقها دائما ويوفق الجميع لما يحب ويرضى في خدمة كتاب الله تعالى. فوز مستحق جاء نتاجا لتلك الأرض الخصبة التي وفرتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من خلال برامجها العديدة وهاماتها التي أشرفت على المسابقة بجميع جوانبها. البنت سارة من المتفوقات والتي تفخر بها مملكة البحرين أن تحقق هذا الإنجاز ضمن الإنجازات الكثيرة التي تحققها مملكة البحرين في هذا العصر الزاهر، عصر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، الذي تميز بهذه الإنجازات وهذا التطور الكبير الملاحظ على جميع الصعد وفي شتى المجالات. اليوم نشهد هذا الإنجاز الكبير بنيل سارة المركز الأول في هذه المسابقة، مسابقة دبي الدولية، لتضاف إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققها مملكة البحرين. فوز سارة في هذه المسابقة، مسابقة الشيخة فاطمة، كان على 63 دولة مشاركة في هذه المسابقة في فرح حفظ القرآن الكريم كامل. ويسبق هذه المشاركة برنامج إعداد تشرف عليه وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سنويا يقوم بإعداد المتسابقين جميعا الذين يشاركون في المسابقات الدولية ويتابعون أدائهم وتجويدهم وحفظهم. ولله الفضل والمنة حققت مملكة البحرين فوز كثير في مسابقات قرآنية سابقة. فوز المتسابقة سارة ما هو إلا مصدر فخر واعتزاز للدعم الكبير من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لحملة القرآن الكريم ولحفظته، وتوجيهاته السديدة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من إعداد المتسابقين من خلال إشراكهم في برامج إعداد للمسابقات القرآنية والدولية والذي تشرف عليه إدارة شؤون القرآن الكريم. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.